بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. صاحب الجلالة الأخ الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتوجه بداية بالشكر الجزيل والتقدير العميق لأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على استضافة هذه القمة، وهو الذي ظل على الدوام سندا وداعما لفلسطين ولقضيتها العادلة ولشعبها في أحلك الظروف وأصعبها. وسنظل يا صاحب الجلالة نحفظ لكم في صميم قلوبنا مواقفكم المشرفة والتي دأبتم والأردن الأبي وشعبه العربي الأصيل على وقوفكم إلى جانب أهلكم في فلسطين. ولا يفوتني أيضاً أن أعبر عن بالغ الشكر المقرون بوافر التحية والتقدير لفخامة أخي الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على جهود موريتانيا خلال فترة رئاستها للقمة السابقة. أخي صاحب الجلالة، الإخوة القادة رؤساء الوفود، تعلمون بأن مستجدات عديدة قد حدثت منذ قمة ورشوب في منطقتنا وفي العالم، ومع ذلك فقد ظلت القضية الفلسطينية حاضرة رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة، فهي القضية المركزية والقومية الأولى لأمتنا العربية، وذلك بفضل عدالتها وصمود شعبها وثباته على أرضه وعملنا الدؤوب لحشد التضامن مع قضية شعبنا وتعزيز مكانة فلسطين وتثبيتها في النظام الدولي بدعم أخوي عربي أصيل وتضامن دولي صديق. أخي رئيس القمة، قبل قرابة 3 أسابيع أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا معنا، دعانا خلاله لزيارته في البيت الأبيض لمواصلة الحديث حول سبل دفع عملية السلام في منطقتنا إلى أمام. وقد تم الاتفاق أن تقوم الإدارة الأمريكية بالتحرك من أجل صنع السلام بيننا وبين الإسرائيليين، وقد رحبنا من جانبنا بذلك على أساس حل الدولتين على حدود 67 ووفق قرارات الشرعية الدولية لتعيش الدولتان جنبا إلى جنب بأمن وحسن جوار. وهنا نذكر بأنه إذا أرادت إسرائيل أن تكون شريكا للسلام في المنطقة وتعيش بأمن وسلام إلى جانب جميع جيرانها، فعليها أن تتخلى عن فكرة أن الأمن يأتي بمزيد من الاستحواذ على الأرض، وعليها أن تنهي احتلالها وتتوقف عن حرمان شعبنا الفلسطيني من تحقيق حريته واستقلاله على أرضه. وعندها ستحظى إسرائيل باحترام الجيران وسينعم شعبها بثمار السلام وفق مبادرة السلام العربية. ومن جانبنا فقد أظهرنا على الدوام وفي جميع المراحل مرونة عالية، وتعاملنا بإيجابية مع جميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لحل القضية الفلسطينية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ العام 2009 عملت على تقويض حل الدولتين بتسريع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي
إلى أن وصل الوضع على الأرض عمليا لواقع دولة واحدة بنظامين الأبارتايد، ومضت في مخططاتها للاستيلاء على القدس الشرقية وتغيير هويتها وطابعها وعدم احترام الوضع التاريخي القائم لمقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستخدام الذرائع وسيلة لتبرير مواصلة احتلالها كطلبها مثلا الاعتراف بيهودية الدولة. فإلى متى سيستمر هذا الاحتلال وهذه الانتهاكات لمقدساتنا؟ ونحن هنا على مشارف القدس الشريف نحذر إسرائيل من تحويل الصراع القائم من صراع سياسي إلى صراع ديني، لما ينطوي على ذلك من مخاطر على المنطقة بأسرها. وبالرغم من كل ذلك فإننا نعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتطبيقا لهذا المبدأ ذهبنا إلى الأمم المتحدة، وأصبحت دولة فلسطين حقيقة واقعة في النظام الدولي تعترف بها 138 دولة، ويرفرف علمها على مقار الأمم المتحدة. وإننا نتطلع اليوم لدعمكم الأخوي لنيل فلسطين عضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ومخرجات مؤتمر باريس الدولي، معبرين عن شكرنا للدول والمنظمات التي شاركت فيه، آملين مواصلة جهودهم التضامنية والنبيلة لنصرة الحق والعدل. أخي رئيس القمة، الإخوة القادة ورؤساء الوفود، أما على الصعيد الوطني فنحن نواصل العمل لتعزيز بناء مؤسساتنا الوطنية على أساس سيادة القانون والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والدفع باتجاه تحقيق ما يعزز صمود شعبنا على أرضه، متمنين عليكم استمرار دعمكم الأخوي الكريم في هذا المجال. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية زيادة الموارد المالية لدعم القدس ومؤسساتها وتعزيز صمود أهلها وثباتهم فيها، لا سيما وأنها تتعرض لحملة ممنهجة تمس بجهودهم ومقدراتهم ومصادر عيشهم. إن القدس تدعونا جميعا لنصرتها وزيارتها، لنصرتها وزيارتها تأكيدا على حقنا فيها. وفي هذا الصدد فإننا نشيد بما تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات وما تقدمه الدول والصناديق العربية ووكالة بيت مال القدس الذي ترعاه المملكة المغربية الشقيقة، كما نشيد بدور صندوقي القدس والأقصى اللذين تديرهما لجنة خاصة نقدر لها ولإدارة البنك الإسلامي للتنمية جهودهما، ونود أن نشيد بدور المملكة العربية السعودية في إنشاء هذين الصندوقين ومواصلة تقديم الدعم من خلالهما. وكذلك الدعم الذي تقدمه المملكة مشكورة بشكل متواصل، والذي كان آخره منذ أيام، كما ونتقدم بالشكر للجزائر الشقيقة التي بادرت أيضا منذ أيام إلى تقديم حصتها لدعم الموازنة الفلسطينية كعادتها ودون تأخير وفق قرارات قمة واشنطن.
إننا نقدر لأشقائنا في الدول العربية جميع أشكال الدعم التي يقدمونها لأهلهم في فلسطين. ومن جهة أخرى فإننا نعمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية التي ترعاها مصر بمواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتعاقبة، والتي نريدها أن تستمر وصولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرامج منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في المحادثات الهامة التي تقودها دولة قطر. وفي هذا السياق فإننا نقوم بواجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، ونعمل لأجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي عنه، شاكرين كل من ساهم في دعم هذه الجهود والتي نأمل أن تتواصل. ومن جانب آخر، فقد حددنا منتصف أيار مايو القادم لإجراء الانتخابات المحلية في فلسطين، ونأمل أن نصل للمصالحة حتى نجري انتخابات تشريعية ورئاسية ونحافظ على المسار الديمقراطي الذي انتهجناه منذ بداية بناء سلطتنا. أخي رئيس القمة، إن الوضع على الأرض في فلسطين لا يخفى على أحد، وإن تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود 67 هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وهنا نجدد القول بأنه من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة للقضية الفلسطينية أو محاولة دمجها في إطار إقليمي، وبخاصة التلاعب بجوهر مبادرة السلام العربية التي نريدها أن تطبق كما وردت في العام 2002 ودون أي تعديل. وأود أن أعبر عن دعمنا لكل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره لما يمثله من خطر على الأمن والسلم في منطقتنا والعالم. سيد الرئيس، إننا نتطلع لدعمكم لجعل هذا العام 2017 عاماً لوضع القضية الفلسطينية على مسار يسرع في انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، والعمل معا لتحقيق المزيد من الاعتراف بها، وبخاصة من الدول التي اعترفت بإسرائيل وتؤمن بحل الدولتين، لأن اعترافها بنا يسهم في حفظ وتنفيذ هذا الحل قبل فوات الأوان. كما وندعو من على هذا المنبر العربي أشقاءنا وأصدقائنا في إفريقيا لمواصلة دعمهم وتضامنهم النبيل مع قضية شعبنا في المحافل الدولية، داعين الدول العربية لتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول الاتحاد الإفريقي لما فيه خير ومصلحة أمتنا وشعوب تلك القارة الصديقة. وفي موضوع آخر، فإننا بحاجة لدعمكم لمساندة الموقف الفلسطيني حول ضرورة وقف أي احتفالات بريطانية بذكرى صدور وعد بلفور
يعني لا يكفي أن بريطانيا أصدرت هذا الوعد المشؤوم وإنما تحتفل به كل عام، وهذا العام ستحتفل بمناسبة مرور عام 100 عام على هذه الذكرى الأليمة لشعبنا. ونطالب بريطانيا بدل القيام بهذه الاحتفالات أن تقدم الاعتذار لشعبنا، أن تقدم الاعتذار لشعبنا على ما ارتكبته بحقه، وأن تعترف بدولة فلسطين. نأمل من أخوتنا جميعا أن نقف هذا الموقف من بريطانيا. نحن لا نريد أن نحارب بريطانيا، وإنما نريد أن نقول لهم إنكم قد أخطأتم بحقنا عندما أصدرتم وعدا لمن لا يستحق. الآن آن الأوان أن تقولوا آسفين، وآن الأوان أن تعترفوا بدولة فلسطين التي أنكرتموها. أخي صاحب الجلالة، أشكركم جميعا على حسن استماعكم، راجيا لكم جميعا موفور الصحة والسعادة، ولشعوبكم ودولكم الشقيقة دوام الرخاء والتقدم والازدهار. وأقدم شكري الجزيل لإخوتي القادة على دعمهم المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وأدعوهم لاعتماد مشاريع القرارات الهامة الخاصة بالقضية الفلسطينية، تلك المشاريع التي اعتمدها وزراء أو بحثها وناقشها ووافق عليها وزراء خارجية الدول العربية جميعا. إن مثل هذه القرارات إن صدرت من القمة، ونأمل أن تحصل على اعتمادكم، ستوجه رسالة واحدة موحدة للعالم بأن العرب جميعا موافقون ومؤيدون لهذه القرارات وداعمون لها، راجيا للجميع التوفيق، وشاكرا للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام ومساعديه وطواقمها، راجيا للجميع الصحة والسعادة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.